ننتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث كرمت جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية الفائزين بجوائز نسختها 14 تقديرا لدورهما في ابتكار أساليب حديثة لفن الحرف في الرسم على الجدران، وذلك خلال احتفالية أقيمت مساء أمس في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. تطل جائزة الشارقة اليونسكو للثقافة العربية في دورتها 14 من العاصمة الفرنسية باريس، لتكرم من جديد شخصيات عربية وغير عربية تستحق التكريم في حفل تسليم الجائزة بحضور أدباء ونخبة دبلوماسية وثقافية. فلقد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على نقل المشهد الثقافي الإماراتي إلى دول العالم من خلال تنظيم برنامج أيام الشارقة الثقافية في العالم والحضور الفاعل في معارض الكتب الدولية، فلقد شهدت معارض فرانكفورت ولندن وباريس حضور سموه وحرصه على الالتقاء مع دور النشر العربية والعالمية مادا إليهم يد التعاون، مقدما الدعم الكامل لإبراز الثقافة العربية. ها هي حلقتنا 14 بعدما ترسخت المسيرة وفاض النهر إبداعاً وحروفاً ملهمة وتخطى السهم العتبة، مؤكداً على مشاركة الفعل بين الشارقة ومنظمة اليونسكو وفق رغبة راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي أرادها استثنائية ومميزة منذ اليوم الأول لانطلاقها. وقد منحت جائزة اليونسكو الشارقة لهذا العام لفنانين من فئة الشباب اعترافاً لدور الفن في إثراء الثقافة العربية ونشرها، فكانت من نصيب شخصية عربية وهي بهية شهاب اعتمدت أسلوب الفن التاريخي الذي يبرز الحضارة المصرية وعمقها، كما منحت الجائزة لشخصية غير عربية وهو فوزي خليفة شاب فرنسي من أصول تونسية تعلم اللغة العربية في صباه واحترف الخط العربي للحفاظ على هويته العربية رغم منشأه في فرنسا. أنا شغلي خاصة معنا كيفاش نبني جسر ما بين الثقافات وما بين الشعوب، وهذا معنا ممكن يشجعني نكمل ونزيد معنا في شغلي. أتمنى أن نسلط الضوء على أهمية الخط العربي وعلى دور المرأة، وأتمنى أن تكون هذه الجائزة مثالاً لسيدات عربيات وأن تكون محفزاً لهن من أجل مستقبل أفضل. هذه الجائزة تهدف لتعزيز التراث الوطني وتبادله مع الآخرين، وهو أمر مهم كثيراً في عالمنا حيث تضيع أحياناً الهوية بسبب الأزمات، وهو أمر أكثر أهمية لأننا منحنا الجائزة لسيدة تمثل المرأة العربية أيضاً. وتحرص جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية على مكافأة العمل الدؤوب سنوياً الذي يقوم به الرجال والنساء في ربوع العالم لإغناء الثقافة العربية. تسعى هذه الجائزة لدعم المواهب العربية التي تشكل جسراً للتواصل والحوار، كما أنها تسهم في دعم التبادل الثقافي الذي يجعل الحضارة العربية منبراً عالمياً مفتوحاً على باقي الحضارات. لأخبار الدار، ماريا مصارعة، باريس.